رانا نسردو ومن بعد نخدمو. هما مشكورين عليها، احنا كنا نطمعوا اكثر بالحفاظ على النوعية، كنا نطمعوا اكثر يعني خاصه في الدخول المدرسه. انطلقنا في دراسه الاسعار باش على الاقل نمشي في احترام القدره الشرائيه والقضاء على المضاربه، وتحترم الاسعار بهوامش ربح محدوده ومعقوله. بقي اليوم رانا نتحكم في كل ما هو منتوج وطني، بقي المنتوج المستورد اللي مازال ماش نتحكم فيه بطريقه يعني كبيره. راح نمشي في عندنا حوالي ما يفوق 2000 ماده اللي تتعلق بالدخول او المواد المدرسيه لي زارتيك سكولير. كل ماده عندها سو بوزيسيون طريفه. في عالم الرقمنه والتنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه انه يكون فيه ترابطيه، ان ترابيرابيليتي بين القطاعات، بين قطاع الجمارك وقطاع وزاره التجاره. اليوم السيد الوالي كلمني على قافله تضامنيه، وهذه القافله ما تكونش ناجحه لو لم انخراط المنتجين والمستوردين والتجار. الحمد لله في هبات تضامنية، عندنا مئات الالاف من المحافظ المملوءه كل سنه يتبرعوا بها المتعاملين الاقتصاديين وهم مشكورين. ان شاء الله هذه السنه كذلك، هذا نداء لهم انهم يزيدوا يمشوا معنا ويعاونونا من اجل دخول اجتماعي ان شاء الله يعني في متناول الجميع.